صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 23 لسنة 2020 بتعيين رئيس وعضو في لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. جاء فيه المادة الأولى: يعين في لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة كل من القاضي صلاح أحمد عباس محمد القطان رئيساً، القاضي حسام محمد طلعت محمد السيد عضواً، وذلك خلفاً لكل من القاضي محمود عربي محمد هاشم والقاضي أمل أحمد عبد الله أبول.